السلام عليكم الغزلات ديالي مساء النور كي بقيتو تمرات في امان الله وحفظه نهار جديد وفيديو جديد اختي أه بديت لكم لاغوتين من زعما في النهار كان واحد العرار من ديال التصبين ما نقولكمش أه صافي غادي نهبط عليا داك داك الصابون وديك الشيء عرفتوا البنات نصبن وننشر وندير كل شيء غير ما نطويش <applause> والله الا غير ما سبحان الله ما ما عرفت شكون بحالي ما عندي اختي يعني يحسسني بالملل المهم الحمد لله شكرا لله المهم سيدنا رمضان ما بقى له والو مازال الايام معدوده دغيا دغيا ان شاء الله باذن الله غادي تدوز ونتمنى ان شاء الله ندوزوه في الايمان وفي التقوى وربي يسمح لينا وكاع الدعوات ديال الخير كنتمناهم لراسي وليلكم لكم ان شاء الله باذن الله المهم هنا البنات هاد الطبية صراحه عزاكم الله تنحطها غير في باب الدار وتغبرات والله الا آه ما حضروش كيكونوا مرات مكرفسين ودابا زعماء زعما عزمت انني غادي نشطبهم وندوج جفيف لو طلعتها في يدي في وقلت نصبنها نخليها منشوره منين غنهبط انا دوك الحويجات ان شاء الله باذن الله هذا ما كان وكنت صراحه دايره واحد العصير تاي طيب أه ما صورتوش ولكن دابا نوريكم ان شاء الله باذن الله كيفاش جا باش اللي هكا معاكم ان شاء الله باذن الله هذا ما كان البنات انا في هذا الفيديو هذا قلت نبان معاكم <applause> نبان معاكم حيت بزاف ديال البنات كيتواصلوا معايا في الخاص هانا ها بغينا نشوفوك كان عافاك توحشناك الله لا البنات الله يجازيكم بخير حتى انا توحشكم الله اللي شاهد غير غير صافي زعما كل وقت وقتو في هذا ما كان هذا الشيء اللي كاين الغزاله ديالي المهم هنايا راني سنغسل والله القاسم سنغسل تنقول وصافي بركه من الماء ما نضيعش مع والله الا زعما الله يدير شي تاويل ديال الخير ويرحمنا سيدي ربي بشي بشي وعاود ان شاء الله باذن الله زعما هذه الازمه ديال الماء راه لا اله الا الله عاد بقينا كان الصراحه كنا كنخسروا نطلقوا الماء ما كنحسوش ولكن في هاد الايامات في هاد السنين الاخيره قليلة عاد ولينا كنحسو بهذا باننا كنخسروا وكنضيعوا الماء بزاف وديك شيء ايوا لا اله الا الله صافي الغزاله تحليت واحد شميشة ما نقول لكمش واحد شميشة قاسحة سبحان الله منين كتقول الديور باردين انا راه الدار كان عندي فيها الموت البرد وسبحان الله فاش طلعت للسطح عرفت واحد قاسحة قاصحه نشرت الحوايج في الليل باش تضر فيهم الشميشه تصبح نهبطهم باش ما كيكشفوليش بزاف يبقاو وعاد راني طلعت معطله ها انتما البنات هنايا راني دايره اختي مريقه ديال ديال البنايه درت البنات واحد شويه ديال الدجاج وكنت غادي نطيبو الصراحه في الطاجين وليت قلت ما بقاش لا بزاف حيت الدراري غيجيو دابا من المدرسه درت درت بطيطه ومعها كنت جبت خيزو قلت والله حتى ندير تا خيزو بطاطا عاده انا ما الصراحه الخضره بزاف ولكن شهيتو هكا درتو مع الزويدنات مع الحامض مصير وهنا غادي ندير له الزيتون راني رقدته في المطايب باش يزول منه ديك الملوحه والصودا وغادي نخليها تشحر حتى تولي غير دميعه ان شاء الله باذن الله عاد نحط الغديوه صافي كيف ما شفتوا وجدت يعني هنايا ها يعني انتم وجدت هذه كتعجبني نخليها ترقد كنوجدها بكري ونخليها ترقد هذه صاله خوي كتجي غزاله خفيفة انا نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي دابا ها <applause> انتم البنات غادي ناخذ الفريز داكشي اللي كان عندك زعما على حساب الكميه نقشرت البانان نقشرت التفاح حتى هما الفريز انا دائما البنات كنحاول نختار داك الفريز الاحمر ولكن ما يكونش كبير داك كتلقى شي فريز قد قد زعما راه هذاك هو الممتاز ما كان انا كاع الخضره ولي وكل شيء ما خسرش الحاجه الكبيره في الحجم صافي البنات آه كنت شحال هذه فاش كنبغي ندير هذه لاصالات فخوي كنبقى نقطعها اختي بالسكين وهذا والقطاعه والروينه كنبقى واقفه على ديك لاصالات نص ساعه دابا وليت اختي كندير كلشي في الهاشواغ وكنضرب هي واحد جوج لا ثلاثه الضربات كيقدر الله الغرض كيتهرمشوا <applause> والله ديروا البنات هاد الطريقه دابا انا كتعجبني هاد لا ولكن اللي تيعكزني عليها هو داك التقطاع 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 خاص كلشي تقطعيه صغيور كلشي هذا ولكن في الهاشواغ والله الا كلشي كيدوز دغيا التفاح كنخلط دائما التفاح والبنان حيت التفاح راكم عارفين كيتعلق وباش يتقطع لكم حتى هو دي مورسو صغيورين دوزوه هو التفاح وميمطو باش# كي# باش كيتهرمش فهمتوا كيفاش المهم شويه الهاشور شويه الفم ما يديروا راسكم ما شفتوا والو صافي الغزالات ديالي غادي نهاشيهم ونديرهم في داك لوبول هكا قدامي بالنسبه لليمون الله يستر ليمون ما فيهش الماء نهائيا عرفتوا كنبدا نعصر 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 بحال كيخرج لي واحد شويه المهم هنا البنات انا درت هبطتك داك كامل غادي ندير عليه القرفه وغادي ندير عليه السكر فاني كتعطي واحد المذاق مزيون وغادي ندير فيها البنات اش كيقولوا له مظهر هكا واحد ثلاثه اربعه د المعالقه جوج معالق المهم داكشي اللي عندكم هذا الزهر اللي عطاتني اختي فاتحه الله يعطيها الخير غادي ندير البنات انا السكر حيت الليمون آه عندي مطحون وديك شوية الدراري ما غيبغيوهاش بلا سكر ولي كان درتي معلقه زعما غير باش نخرجوا الحلاوه اللي فخوي في الاول البنات خلطوا ديك القرفه مع السكر مع مظهر مع الفروي باش ما كت آه ما كتكورش فهمتوا عاد ديك الساعه تزيدوا الليمون هنا الليمون طحنته وصفيته حيت كيف ما قلت لكم والو الليمون ما فيهش الماء بزاف اي والله ما اديمها نعمه وحفظها من الزوال خليتها البنات كترقد واحد شويش باش كتعسل ديك ال... ديك الديسير وديك الشيء ودر... كان عندي شويه زعلوك ما ديما ما كنتغداوش بوحدنا زعما مجموعين حتى تل... حتى الجمعه والحد الجمعه والحد كانت غداو مجموعين ما عدا ذلك ديما الله يسر كل واحد كيتغدا بوحدو هنا حطيت ديك لا صلاة في ديك الزليفات كان عندي زعلوك ديال الشوفلوغ زعلوك ديال الدنجال ومريقه البنايه اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال هادشي اللي كاين صافي الغزالات ديالي انا عاد طلعت دابا الصراحه من باب الدار حيت سميتو دوزت شتا على الدروج وجففتهم وطلعت صراحة درني ظهري والله إلا باش كنبقى خابطة جفاف وشطابة مدة طويلة والله إلا كيضرني ظهري مهم البنات آه سميتو تغدينا كيف شفتو كملت الدريجات قبل ما تجي رتوجه من ليكول غادي نمشي بعدا غير لعند الثقال غادي نشري سميت وغادي نشري غير ياغورت باش نصوب واحد الكيك كيك يومي سريع طبعا غيكون ناجح ما ندوخش راسي مع شي هكا ولا شي حاجه صافي ان شاء الله باذن الله ونجي نلبس عليا غير هذا الكاب هذا طويل وصافي هادشي اللي كاين هيا بينا عاود نشرى البنات بلاتي اختي حتى يرشق لي عاد نطوي المهم غادي نخليه هنا عرفتوا علاش حيت الا مشيت دخلته للداخل وبقى جيبان لي ما غاديش نطويه اللهم غادي نخليه هنايا بالنسبه للبنات اللي قالوا لي انا ورينا الزربيه عن قرب ها هي البنات الزربيه ها كتكون عامره فاش ديرو يديكم هكا ما تلقاوش ما توصلوش لذاك التحتاني ديالها بسهوله كتكون عامره ها نتوما هذا راه ماشي اللي كيبان لكم هو الحقيقي ما نشوف واش يقدر يبان نحاول مع الاضاءه وصافي ها عرفت هذا هو اللون الحقيقي ديالها هو هذا اللي كتشوفوا دابا شفتوا مهم زويونا الصراحه بالنسبه للطابلو مكتوب فيه يا ربي رضاك والجنة هنا مع كانت عندنا التلفزيون قديمه مازال هنايا واحد اللعيبه كتبان هشام دار دار داك الخيط ولا السلك قصير غادي يزيد يهبط واحد شويه باش يزيد طرقو انا ما كنحمرش الطابلويات في السقف كنشوف بزاف د الناس دايرين الطابلويات عاليين بحال دابا هذا انا بالنسبه لي راه عالي خصو يهبط لهنا صافي ان شاء الله باذن الله هاد ال... هاد البو هذا اللي منزله هنايا هذا ان شاء الله باذن الله اصلا هو ديال الدروج غير بقات لي هاد الركينه خاويه باش راني مدايره هنايا ما راه ما عجبنيش المهم هو معمر هاد البلاصه ان شاء الله باذن الله بيدما هذا هاد البليصه صراحه ما خاصها حتى حاجه خاصها غير شي فاز طويل باش تعطي الفوليوم شويه ما كل كلشي هكا قصاصر عمرتي خلاص هاد لي كابسول كاملين كيجبدهم يلعب بهم <applause> المهم انا دايره هاد البليصه كامله في هاد اللوينات فيها الغوج والنوار ايوا صافيوا هاد لي طابلو هاد الطبيلات هادو البنات شحال غلاو انا كنت خديتهم يمكن بألف درهم دابا ابتداءا من ألف 1200 درهم كلهم غلاو هذا اللي كان هاد الوسطاني هذا تهرس وصلحته يلا باش ما نتعطلش البنات مشيت خفا زربان دغيا دغيا وما تعطلتش ما درتش حتى ربع ساعه الحانوت فيت المهم ها نتوما البنات هاد ال... هاد انا بالنسبه لي هاد الكيك في حايل اسهل كيك واحسن كيك كيعجب ولادي هو اللي تياكلوه تي لي فهمتوا انا ولادي راه ما عندهمش مع لي كيك اللي فيهم الكريمات وديك الشيء هذا تيبغيوه المهم البنات المقادير ديالو فيه جوج ديال البيضات ساشي ديال سوك فاني بالنسبه لنا كديروا اللي بغيتو كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت غير هو انا الزيت والسكر دائما تنقص منهم كندير كاس لاروب كاس لاروب مي هو المقادير زعما العاديه باش تجيكم عاليه ديروا جوج بيضات مع خفاني سكر فاني مع كاس ديال السكر وطربوهم اختي عطيوها لكاع ما تزربوش عليها ديروها يا اما بالخلاط الكهربائي يا يعني اما ديروها في في المولينات ولا بغا ميكسور اللي كان عندكم وغير طربو مزيان يعني هادشي اللي كاين لي هو ان السكر يذوب ما يبقاش محج محبب من بعد غادي ندير واحد الكاس ديال ليها وقت انا الفاني الدلفاني تقدروا ديروا الطبيعي اه تا هو كيجيبها زوينه تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو انا درت ديال الفاني غير هو البنات ما ديروش داك الكريمي ديروا اصيل العادي داك اللي كيكون فوق منو شويه الماء هذاك هو اللي كيصرع اما داك الفيلوتي سبحان الله العظيم ما... ما تيعجبنيش انا فليك كي كيجيبهم كي ملسين المهم مع... واش التعبير صحيح ولا ماشي صحيح طربت هادشي كامل مزيان بالنسبه للزويته غادي نزيد شويه بشويه هذا ما كان هكا خويط 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 وميمطو التراب خدام صافي حتى كان... حتى كنسالي ديك الكميه الزيت اللي عندي وكتكون الخليط ابيض وطلع ونساجم مع بعضياتو وغادي نزيد رشيشه ديال الملحه اللي كان نزيدها في الاول مي بحال بحال ماشي مشكل هذا ما كان اما الطحين هذا الكيك كيهز البنات زلافه آه اولا جوج كيسان ديال الدقيق ونص كاس عينكم ميزانكم المهم انا هاد الزلافه هادي ديال اللي كنصب فيها الصويبه ولا الحريره تنديرها كامله كتجيني هي هذيك زليفه ماشي بومبي ولكن زليفه عامره وصافي غير غربلوه وغادي نخلط انه بال بالخلاط الكهربائي انه بالثانيه غادي ندير غير غير الفوي بيدي وصافي وغادي نزيد جوج خمارات البنات هنا راه كنت في موقفه في موقفه تصور صحاب لي خدام المهم راني طربت ومن بعد درت الفوي ومن بعد غادي نكمل ديك الكميه ديال الطحين فاش هذه الكميه ديال الطحين غتجيكم شويه الكيك تقيل باش غادي يرجع لنا بحال الخفة ديال الجينواز غادي ناخذ ربع كاس ديال الماء طايب وغادي نزيدو غير هو زيدو وحركو دغيا البنات شفتو الكيك كيبان لكم ثقيل ولكن اون فوا غادي نزيدلو داك ال... داك الماء سخون سبحان الله العظيم غادي غادي يرجع خفيف وغادي يتصاوب غادي يت... ديك الخميره غادي تتفاعل حيت سخون ولا هي بارده غادي تتفاعل وغيرجع بحال خفه ديال الجينواز جربوها راه الاخوات اللي متبعيني زعما من الاول دائما كنقول لكم راه ما كاين لا خلات حتى شي حاجه راه داك دوك جوج ولا ثلاثه المعالق اللي كان دود المغليان فالتالي في الكيك هو اللي كيخلي الكيك مفشفش وزوين المول البنات دهنتو غير بالزيت ما دهنتو لا بزبده لا بدقيق لا حتى شي حاجه حيت عندي هذا المول الكانيت بالنسبه للبنات اللي عندهم كل وحده دير اللي بغات يا اما هذا يا اما مدور أم يا اما اللي كان بالنسبه للفران راني مسخناه على 100 درجه دخلت فيه الكيك طبعا العافيه من التحت ما كانشعلش ما كانشعلش من الفوق كتحمر كنخرج البنات سميتو الكيكه في الفران كتب على خاطر خاطرها استغفر الله انا البنات كنت صوت في الصباح صراحه واحد العصير ما شاركتوش معكم الا بغيتوه نشاركو معكم هذا البنات بحال شكل ديال العصير ديال داك بيولبي القرعه اللي كتباع بيلبي عشرة 10 دراهم هذا بحالو نيشان المهم كيلو ديال كيلو ديال الليمون كي ربعة ربعة يطرو ناس حتى الخمسة يطرو المهم انا كندير هي ربعة يطرو باش كيجيني خاتر متيجينيش الجري ولكن هو القياس ديالو كي حتى خمسة يطرو في كيلو دليمون الليمون هذا بحال بيولبي آه، انا بالنسبة لولادي تيشربوه هكا بحال اللي دار كيجي يشرب كاس بالنسبه لي, انا هذا كيكون هو لا باز كناخذو كنطحن فيه البنان كنطحن فيه لافوكا بحال دابا انا لافوكا ما تنبغيهاش في الحليب تنبغيها في الليمون الليمون هذا الوقت ما بقاش فيه الماء نهائيا والله الا ديك النهار بغيت ندير منه غير كيكه شحال عصرت الليمون بحال خرج لي جوج ديال الكيسان يعني. ما بقاش فيه الماء نهائيا يعني. آه سميتو هذا كنطحن فيه لافوكا وكنطحن فيه العصير ديال الخيزو البنات تيجي فيه تيحمق خيزو الخوخ ولا خيزو الشهديه ولا خيزو التفاح تيجي واعر كنزيد فيه كاس ديال الياغورت آه يا اما طبيعي يا اما فاني ولكن واعر ها نتوما البنات شوفوا كيجي فيه دوك الفريتات بحال شكل ديال بيلبين المهم بغيتوه نبارطاجيه معاكم مرحبا ما بغيتوه شيء كنتو كتعرفوه بالصحه والعافيه صافي هنايا البنات راني عمرت غير هذه عمرتها بداك الحلوه المالحه هذا الشيء اللي بقى فيها والله ما بغاو ياكلوها درتها هنايا باش اللي جاي يشرب القهوه يهزها بالسيف عليه وخليت هنايا واحد الزليفه صغيره فيها السميده والفورس باش غادي نصوب واحد شويه البغرير درت غير كاسون صغير شويه ديال البغرير غير البوطي حيت منين كيبقى كي ما حتى حد صافي البنات حتى البلاتي نوجدوا دابا مازال عاد العصر ها انتم البنات هي وجدات الكيك شوفوا كي خرجات خرجات حتى تحمق اختي صافي راني خديتها الصراحه بردات وزدحتها شويه باش كت# باش كت# تدي مولا كيزلق هذا المول نقلبها نرجع معاكم ها انتم اه انا اختي انا كيكه بجوج بيضات ايوا كي جيتو شوفوا حقا انتم المرة دهنتو غير بالزيت ما درت حاجه صراحه ديك المره دهنتو بالزبده ما عجبنيش الحال زعما ما هذاش بزيس احسن ها شوفو شوفوا تبارك الله الخفه صافي اختي هو شغل الكوتي واجد باقي لي غير بغيريرات. بلاتي ونصوبهم ان شاء الله باذن الله اختي جات تحمق والله الا جات فنه ما غادي ندير لها حتى حاجه حيت ولا ديال ما تيبغيو فيهم حتى حاجه كنت كندير سميتو كندير الليمون معسل العصير ديال الليمون هكا كنرجعو كراميل وكنسقي به وكياكلو داك النهار اللي كيقول لك ماما مصبكم ما درتي لنا فيها والو بغيناها زعما ناتيو غير غادي نخليها هكا ان شاء الله وهنا الغزاله ديالي شكرا زعما المتابعه ديالكم اللي وصلتوا بعدا حتى لهنا المهم ها انتم الغزالات درت شويه ديال البغرير عمرت بريد اتاي بالشيبه وبالنعناع وداك الكيك ما شهيتكم فيه جا شهوه منه زبيته شويه ديال الكونفيتور ديال الليمون والتفاح كنت شاركت شحال هذه معاكم الميلفي المهم داكشي اللي قسم الله ولكن البنات والله الا الكيك الا جا عرفتو مفيش فيش, فيش خفيف وشفتوا دابا انا تندير لكم مونتاج لغد ليه بقى منو طريقة تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله تكل صافي شويه الباكيت سخيخه الدراري كيبغيوه بالزبده وبالفرماج اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال والله يعطينا وعطيكم سلامه الوقت والهدايه والتيسير من عند الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء اللي كاين البنات شكرا للإراك ديالكم على القليبات ديالكم على دعمكم المتواصل طبعا فضلا وليس امرا جزاكم الله بخير وان شاء الله باذن الله في هذا رمضان ما كينهيش الشهيوات و والتاويل والصماء نعمل. لا وما نقول لكم شيء اختي ضروري كل نهار شي وصفه اللي جديده تكون تكون حصر طبعا والبنات اللي كيطلبوني كي على الوصفات ان شاء الله هنقدم لكم كل